خلينا نفتح ملفاتنا النهارده، والحقيقه عندنا موضوعات كتير. طبعا عندنا ماتش اسوان في منتهى الاهميه، ودي بالمناسبه رساله لكل لعيبه النادي الاهلي اللي رجعوا التمرين النهارده. جماهير النادي الاهلي بتقول لكم بشكل واضح وصريح، بطوله الدوري السنه دي احنا متعودين ناخد دوري، واخدين 42 دوري، واخدين الدوري اخر 5 سنين، واخدين معاه يعني مجموعه بطولات الحقيقه تشبع اي نادي 10 اقول 20 30 سنه قدام. بس احنا بنقول لكم بقى انه الدوري السنه دي غير، وانه بطوله الدوري العام السنه دي بالنسبه لجماهير النادي الاهلي حياه او موت. ولغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم معاكم فيها دي بطوله الدوري بتاعتنا بالارقام وبالحسابات، بطوله الدوري في ايدينا. وبالتالي جمهور النادي الاهلي بيقول لكم مفيش تنازل باي شكل من الاشكال عن بطوله الدوري العام. البطوله دي زادت اهميتها بشكل كبير جدا لاسباب كتير جدا مش هتكلم فيها دلوقتي.